الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. من هنا وجاي محدش يجيبني في مشاكل. أنا راجل خلق ديت، يعني كان ممكن النهارده واحد يموت في يدي. وأنت عملت حاجة أنت؟ إيه؟ كنت واقف معاه كده خدنا جات ولا إيه؟ يا راجل عيب، أنت كنت هتسلمني وقلت له ما أعرفوش أنا. أيوه قلت له ما أعرفوش، واحد هيبندقني، أقول له أعرفه عشان يطخن ولا إيه؟ ما موطي صوتك هتفضحنا في الشارع. يعني إيه معناه وطي صوتك أنت اللي مش وطي صوتك أنت؟ يا سيدي خلاص أنا آسف. أنا كنت بعمل تمويه. أنا آسف. خلاص كمان واحد يتغلب. أها. أها. يا ساتر عليك. بس مش يا اخي والله العظيم لعبناك معانا والله يا عم عوض سبع ده بانجا وعم عوض ده انت رايح فين انت؟ وانا جدراني داي معاك يلا روح هناك روح امشي يا اخي خلاص روح يا نام انت تصبح على خير يا ابو عمو اهبط خلاص يا رجاله مالكم يدكم فرطة على السلاح ليه كده؟ سالفوا لي يا رجاله انا هبلغه هبلغ انا ايوه يا استاذ كساب خبر عاجل نجحنا ان احنا نحرر بنت اخونا ياسر العشماوي وعايز اقول لك ان هي من هنا وطالع في حمايتي واللي هيجرب لها هدفنه في مكانه ثانيا عايز اقول لك الناس اللي في رقبتي بيزيدوا وبالتالي المطالب بتزيد نوما هادئا